غادر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت لثلاثة أيام، عقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حوثيين ومن حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الداخل لبحث سبل استئناف عملية السلام. ويبدو أن المشاورات منيت بالفشل بعد أن اتهم الحوثيون المجتمع الدولي بالتواطؤ مع ما وصفوه بإرهاب السعودية وحلفائها الذين استأنفوا هجومهم قبل يوم على مدينة الحديدة. واستهدفت غارات التحالف مخازن لمنظمة الغذاء العالمية الأممية التي توصل المساعدات لنحو 20,000 يمني في الحديدة. غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريف العاصمة اليمنية صنعاء بعد ثلاثة أيام من المباحثات مع جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. على غير عادته لم يعقد غريف مؤتمرا صحفيا في مطار صنعاء كما جرت العادة. مراقبون يرون في ذلك إشارة إلى فشل المفاوضات. غريف قدم حزمة مقترحات للحوثيين في مقدمتها الانسحاب من الحديدة والدخول في جولة مفاوضات جديدة. الحوثيون رفضوا مقترحات المبعوث الأممي وأصروا على تنفيذ مطالبهم المتمثلة في وقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية ونقل الجرحى، وهو ما يرفضه التحالف السعودي الإماراتي. مغادرة المبعوث الأممي اليوم من صنعاء تؤكد فشل المفاوضات بين أطراف الصراع، وسبق وأن قلنا أنه كلما أتت هذه المفاوضات لتضع حلا للمتصارعين في اليمن تشتد المعارك في جبهات القتال وخاصة في جبهة الساحل الغربي وتحديدا في الحديدة. ميدانيا توسعت المعارك في محافظة الحديدة، الاشتباكات تجددت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة باتجاه خط كيلو 10 وقوس النصر شرق المدينة تزامنا مع عمليات الحشد المستمرة من الجانبين. بوارج التحالف العربي الرابضة في مياه البحر الأحمر تواصل قصفها على المدينة والساحل. سكان محليون يؤكدون أن 18 صيادا قتلوا بصاروخ أطلقته إحدى البوارج الحربية على قاربهم. استمرار فشل المفاوضات مع اشتداد الحرب في محافظة الحديدة ألقى بظلاله على الوضع المعيشي هنا في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية الأخرى التي بدأت تنعدم فيها السلع الأساسية والمشتقات النفطية. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي، صنعاء. ولمزيد من الإيضاح ينضم إلينا من صنعاء فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام في الحكومة التابعة للحوثيين. أهلا وسهلا بك. بداية نريد منك أن تؤكد أو تنفي لنا هذا التساؤل، استئناف الهجوم باتجاه الحديدة، هل يشي بفشل محادثات المبعوث الأممي مارتن جريفيث مع جماعة الحوثيين؟ أولا مساء الخير لكم ولكل مشاهدي التلفزيون العربي. أنا أعتبر بأن الفشل وارد بالنسبة للمهمة الأممية التي أتى من أجلها مارتن غريفين، بغض النظر عن التحفظ أو الإدلاء بأي تصريح صحفي من قبل هذا المندوب الأممي لعدة اعتبارات، منها أنه لا يريد أيضا أن يكشف الحقيقة أو اضطر أيضا إلى الصمت، باعتبار الصمت علامة الرضا أو هي ضوء أخضر للطرف المعتدي بأن يصعد عملياته العسكرية في هذا الشريط الساحلي أو الساحل الغربي إنجاز التعبير، بحيث يعتبر أو وصول هذا المندوب ومن ثم عودته أعتبرها بمثابة ترمومتر قياس، هل ضعفت القوى المناهضة للعدوان حتى يتسنى له إقناع هذه الأطراف بأن تنسحب، وتتكرر نفس البروف السابقة التي نفذها المندوب السابق طيب ولد الشيخ في عدن عندما تم تسليم عدن ولحق، ومن ثم مكن القوى المعتدية بذلك. والمسلسل الآن اليوم يجري أيضا على محافظة الحديدة وبقية الشريط الساحلي. طيب سيد فهمي، الهدف منه بكل تأكيد هو محاولة تمكين قوى العدوان
اسمح لي لو سمحت، جريفيث كان يبحث الارتباط لعقد جولة جديدة من المشاورات تمهيدا ربما للتحضير لأي عملية سياسية مستقبلية، هل أفهم منك أنه الباب أغلق تماما حاليا أمام أي مشاورات سياسية؟ مارتن لم يغرق الباب أمام أي مشاورات، هو دائما يحاول فتح أمل جديد لمفاوضات جديدة، لكن هو يلمس الفشل أساسا من خلال يا عزيزتي عند لقائه الحوثيين والتقى بالسيد القائد ووجد في كلا الأحوال هناك نقاط لم تتغير من قبل القوى المناهضة للعدوان، وهذه النقاط هي تعاطي إيجابي مع الموقف الأممي ومع وتهدف في كلا الأحوال لإنقاذ اليمن وإخراجها من وضعها الحالي إلى الوضع المرجوم. لكن بغض النظر أن المندوب الأممي لديه أهداف أو لديه مهام معينة هو يحاول تنفيذها بكل الوسائل، منها وضع المشاريع أو البرامج الوهمية التي يستطيع من خلالها خداع القوى المناهضة للعدوان ليصب لنفس الهدف الذي يسعى إليه بغض النظر عن مشروعية الهدف أو لا. أشكرك. مع أن الأهداف غير مشروعة التي تقاس وللمسها جميعا. وصلت الفكرة وأشكرك جزيل الشكر. فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين متحدثا إلينا من صنعاء.